أحمل رسالة عاجلة لمولاي كسرى. صدقت أيها الوزير، هذه الرسالة لا تحمل أنباء سارة. المنذر ملك الحيرة بدأ يضعف، وبدأت القلاقل تكثر حوله، وأنت تعلم مكانة الحيرة عندنا. أجل يا مولاي، وأعلم أن الروم يتربصون، وربما اغتنموا الفرصة وانتزعوا الحيرة من ملك مولانا كسرى المعظم. لا تحرك بنفس الوساوس، وانظر في إصلاح هذا الأمر. لا أظن المنذر غافلا عن هذا، لكنه بلا حزم ولا قوة موقف ليردع بها من يثير القلاقل، وأظنه بحاجة إلى من يؤازره ويسنده في إدارة شؤون ملكه. هناك ابن مارينا وإياس بن قبيصة، وهؤلاء رؤوس قومهم، وكل واحد منهم يريد الملك لنفسه. أرى يا مولاي أن تختار بنفسك ولا تدع الخيار بيد المنذر، ما دام قد ضعف عن الحكم وحسم شؤون الملك. أهل الحيرة عرب، وعلينا أن لا نخرج الحكم من أيدي العرب فيثور الناس، وربما حدث ما لا نحب، والروم يتربصون ويراقبون كما قلنا. من هنا أرى أن يقع اختيار مولانا على رجل عربي يثق به ويعرف عنه الحزم والعزم والحلم وحسن الولاء، ويرسله إلى المنذر. نعم. عندي رجل يصلح أن يكون سفيراً، يذهب برسالتي ويقبل به المنذر وزيرا، ولا أظن ابن مارينا وإياس يعترضان علي. إنه زيد بن العبادي أيها الوزير، إن كان الفضول لا يدعك تصبر على معرفة اسمه. نعم ما اخترت يا مولاي، فهو قريب محبب من نفس المنذر، لأنه علم ابنه النعمان ورباه وهو صغير. أما الروم فإني لن أغفل عنهم، سأواصل بيننا الرسل وأبعث لقيصرهم بهدايا، وعندي رسول أريد أن يذهب إليهم قريبا. ليتني كنت أنا. أنت أيها العجوز تريد السفر لتمتع نظرك بجمال الروميات. أنا؟ أنا نظري ضعيف أصلاً يا مولاي. أنت تعلم أن عدياً يلازم والده زيداً العبادي، وأنا لا أريد أن يذهب إلى الحيرة معاً،
ففي اجتماعهما قوة قد تأتينا بما لا نحسب حسابه، لذلك رأيت أن أفرق بين الرجل وابنه، فأرسل الأب إلى الحيرة والابن إلى ملك الروم بهدايا ورسالة. نعم التدبير يا مولاي. رب دار بأسفل الجزع من دومة، أشهى إلي من جيرون، وندامى لا يفرحون بما نالوا ولا يرهبون صرف المنون. قد سقيت الشمول في دار بشر قهوة مزة بماء سخين. من بشر هذا؟ وأين داره؟ أتريد أن تعرف كل بائع خمر في الدنيا يا هذا؟ عمتم نهارا أيها السادة. كاتب الوزير، جئتنا بخبر خطير. صدقت، مولانا ملك الملوك يطلبك إلى مجلسه الساعة. سمعا وطاعة أيضا، هيا لنذهب. إنني أخشى أن يباغتنا أحدهم ويأخذ زمام الملك من المنذر فتضطرب الحيرة، وإني لا أرى جدوى من مخاطبة المنذر والطلب إليه أن يحسن سياسته ويدير الملك بحزم، لكني اخترتك لتذهب برسالتي وتصبح وزيرا للمنذر. يشرفني أن يرفع مولاي من قدري ويضعني حيث يراني أهلا لأي مكانة، لكن المنذر ملك، وهو الذي أعني ربما لا يرضى بي. لو كان غيرك لحسبت للأمر حسابا آخر، لكني أعلم جيدا أن المنذر يجلك لمكانتك في نفسه ونفس ولده النعمان الذي ربيته. لك الأمر وعلينا الطاعة. إذا أذن لي مولاي فإني أريد أن يصحبني ابني عدي. ابنك سيكون رسولنا إلى ملك الروم، يحمل الهدايا مع رسالتنا. هذا شرف لم أكن أحسب أن الدهر سيرفعني إليه. الحيرة عربية يا أبي، ومن الخير أن تبقى كذلك. ولو أن كسرى أراد أن يبعث إليها أحد أتباعه أو من أهل بيته فإن الأمر سيضطرب، وربما أصاب العرب أذى وظلم. ما عدت أقوى على سياسة الملك وما داراه أهل الرتب يا عدي، وإني لأخجل من المنذر أن أكون شريكا له في الملك. بل وزيرا كما لكسرى وزير. أوليس من حق المنذر أن يتخير وزيرا؟ هناك ابن مارينة وإياس بن قبيصة وغيرهم. كسرى يعلم جيدا أن اختيار أحد هذين الرجلين سيسبب تحاسدا وتناثرا، وليس في اختيارك إلا قبولا ورضا للجميع. ضرب كسرى عصفورين بحجر. كيف يا والدي؟ أراد أن تستقيم له الحيرة وأن يفرق بيننا لخوفه أن في اجتماعنا قوة تهدده بشكل من الأشكال. لم يخطر هذا ببالي. أنت لم تعش مع هؤلاء كما عشت أنا يا ولدي، لم تخبر أمورهم وكيف تفكر عقولهم. إنها التجارب يا عدي تعلمنا الكثير. هيا يا ولدي، تجهز كي ترحل إلى قيصر الروم، وأنا سأرحل غدا إلى المنذر ملك الحيرة. أي وفد هذا الذي تتكلمون عنه؟ كسرى جهز وفدا على رأسه وزيره، هذا ما يشاع. ضعف المنذر قوة لكل عدو وحاسد، فإني أخاف أن يباغتنا كسرى ويحيطنا بجنده وتذهب الحيرة من أيدينا.
سيأتي الوفد وننظر فيما جاء به الوزير. ليس وفدا، لم يأتي غير رجل واحد مع كاتب وخادم وتابع. من هذا الرجل يا ابن قبيصة؟ رجل لا نخاف شره، زيد العبادي. زيد اعتاد المجيء والمكوث هنا، فهو معلم النعمان بن المنذر ومربي. جاء لأمر آخر. ما هو يا ترى؟ لأنه دخل مجلس المنذر ولم يسلم علينا. إني ليسعدني أن تكون وزيري ونصيري يا زيد، وقد تعبت من تحمل هذا الثقل الذي أنقض ظهري، ولم أعد أستطيع أن أسوي الخلافات بحسب. لا عليك يا مولاي، فسأكون معك لأجل أن تبقى الحيرة عربية. نحن أولاد عم، ويهمنا أن نحافظ على مكانة الحيرة التي يريد أتباع كسرى جعلها فارسية، ويريد قيصر الروم جعلها رومية. علينا أن نكسب ولاء من حولنا، ليس غير ابن مارينا وقومه، وهم كثيرو العدد والمدد. لقد قربته وأوكلت إليه تعليم ابن الأسود. دعنا نستدعيه ليكون مستشارا لمولاي المنذر، وهذا سيجعله يشعر أنه شريك في الحكم. نعم الرأي يا زيد، نعم الرأي. فرجل مثل ابن مارينا يحب أن يصبح في مرتبة ومكانة ترفعه بأعين أتباعه وقومه. إذا أذن لي مولاي أن أكلم ابن مارينا وأشاوره بين رجاله، كي يسمع الجميع ويدخل الزهو والفخر في نفس ابن مارينا. افعل ما تريد يا زيد، فأنت وزيري من اليوم، ولك الأمر والنهي. مرحبا بك، مرحبا بك يا صديقي. تفضل تفضل، أدنو مني. أدنو مني واجلس بقربي، فأنا في شوق إليك وأترقب أخبارك عن بعد. أنا صرت قريبا منك وستعرف كل أخباري صغيرها وكبيرة. وكيف أصل إليك وأنت في ظل مولانا الملك المنذر وتقضي يومك في مجلسه؟ ستكون معي يا ابن مارينا، ستكون معي، فإني وإن أوكلت بالوزارة لكني لا أستطيع أن أدبر كل شؤوني بلا مشاورتك والاستنارة برأيك. أنا لا أستطيع أن أزورك إلا بإذن. ستكون أنت صاحب الإذن، ويكون لك مجلس المستشار المقرب. أنا مبعوث مولانا المنذر لسيدكم ابن مارينا، جئت لأبلغه رغبة مولانا المنذر بجعله مستشارا تدخل إليه وفود العرب لينظر في أمره. هذا عن رأيك أم رأي مولانا المنذر يا زيد؟ إياس بن قبيصة يدخل إلينا دون سلام وكأننا لم نشتق إليه. جئت مدفوعا بالشوق مبادرا بالسلام، غير أني سمعت قولك فأردت أن أقف على حقيقته. ألا ترى أن مولانا المنذر يحتاج إلى من يشاوره ويخفف عنه بعض ثقل الملك يا إياس؟ أتراك لا ترضى أن أكون في رتبة ومكانة عند مولانا المنذر يا ابن قبيصة؟ بل يسرني ذلك يا ابن مارينا، ويسرنا جميعا أن يكون سيدنا في أعلى المراتب. هذا أمر بدأ به وزيرنا زيد وهو أدرى به،
أعرضه عليه الآن. إنه ليس في مجلسه يا مولاي، ولم يخرج من داره اليوم، وأظنني رأيت الطبيب يعوده. أهو مريض يا ابن مارينا؟ لا أدري يا مولاي. اذهب وتحقق من الأمر. سمعا وطاعة. علته أيها الطبيب؟ الكبر وتعب السنين، وهذا داء لا دواء له. سيدي، ابن مارينا بالباب. أدخل أدخل. كيف تجد نفسك يا أبا عدي؟ أتأهب للرحيل، أتأهب لسفر لا عودة معه. سيدي نعمان، عم صباح. قدومك سيشفي صاحبك زيدا العجوز. إنه ليس عجوزا جدا، انظر إليه وسوف ترى. تعال تعال يا ابن مارينا، اجلس لأحدثك. سأدعكما في حديث وسمر وأنصرف مع الطبيب. كما تحب يا سيدي، كما تحب. جاء الأجل وانقطع الأمل، وإني إن أمسيت فلن أصبح. سيسوء مولانا المنذر أن يسمع منك هذا. هيا هيا انهض كي تتهيأ وتعود إلى مجلسك غدا. لا غد لي بعد اليوم، لكني ما أريده هو أن يكون للحيرة غد آخر. أنا وأنت نملك هذا الغد، ما دمنا نملك محبة ولدي المنذر. فأنت مربي النعمان، وأنا مربي الأسود، وأولاد المنذر أحزم من أبيهم. هذا ما أرجو، وهذا ما يجعلني أغمض عيني وأنا في ارتياح. عاد عدي فرحا من مفادته إلى ملك الروم، ولكن لا بد أن يكدره خبر وفاة والده. عدي شديد صلب يا مولاي، وسيستقبل الخبر بتجلد. لقد ساس زيد الأمور وأعاد للحيرة استقرارها، فيجب علينا أن نحافظ على هذا الاستقرار بإرسال عدي ليحل محل والده. نعم الرأي يا مولاي، وأني أرى أن المنذر سيستحسن منكم ذلك. دع عديا يقضي أيام حزنه وكدره، ثم نوجهه إلى الحيرة. لك الأمر وعلينا جميعا الطاعة يا ملك الملوك. عادل قد لاقيت ما يزغي الفتى، وطابقت في الحجلين مشي المقيد. عادل ما يدريك أن منيتي إلى ساعة في اليوم أو في ضحى الغد. ذريني فإنما لي ما مضى، أمامي من مالي إذا خف عودي. كفى زاجرا للمرء أيام دهره، تروح به للواعظات وتفتدي.
وبعد يا عدي إني مشفق عليك من هذا الأسى والتفرد والتوجع والأسف على ما لا نستطيع له رده. ليس هينا أن يفقد الولد أبا مثل زيد العبادي. صدقت يا ولدي صدقت، لكن من يخلف مثلك لا يعتبر ميتا، وإن مولانا كسرى يريدك أن تعجل إلى الحيرة لتحل محل والدك. أنا؟ لا لا أظنني سأحل محله يا سيدي، فالمنذر المنذر ينتظرك على أحر من الجمر، رسله تترى إلينا. هيا يا ولدي تجهز للرحيل، الرحيل يهدئ النفس والروح. سأفعل يا سيدي، سمعا وطاعة لمولانا كسرى، وحبا وكرامة لمولانا المنذر. بورك يا عبي، هيا بنا يا ولدي. هيا أبي مشغول عني منذ الأمس. شؤون الملك غير شؤون الأهل يا سيدتي، فهذا وفد كسرى جاء يحمل معه عدي بن زيد. عدي بن زيد؟ كيف هو الآن؟ فأنا لم أره منذ زمن، لكني أذكره حين كان صبياً يركب الخيل مع أخوي النعمان والأسود. إنه رجل الآن وجاء ليحل محل والده في إدارة شؤون الملك. أحقا؟ لا أكاد أصدق أن شابا صغيرا يحل محل كهل أشيب في أي عمل. إنه العقل لا العمر ولا الشيب يا سيدتي، فعدي شاعر أديب تربى في أحضان الملك. كيف هو الآن؟ هل ما زال وسيما ناعم الوجه؟ أيعقل أن يبقى الصبي صبيا فلا تنبت لحيته وشاربه وتبقى نعومة ووسامة أطفال على وجهه؟ ليتني أراه. لا تكثري من التمني يا سيدتي، فإنك وإن كنت أصغر أولاد مولانا المنذر فإن للدلال حدودا لا يجب تجاوزها. أفي نظرة إلى شاب ترين تجاوز حدود وسوء أدب؟ بالطبع نعم. ذكر لي كسرى في رسالته أنك أصلحت كثيرا مما فسد بين قيصر الروم وكسرى يا عدي، وهذا يدل على حسن سياستك ونفاذ بصيرتك يا ولدي. تعلمت حسن السياسة منكم يا مولاي، فلقد عشت طفولتي بينكم. ستعيش شبابك الآن بيننا، هذا ولد النعمان وهذا ولد الأسود، ومعهما ابن مارينا يحيطون بك. وأعلم أنك تعلمت من والدك العمل بمشورة أهل الرأي والحس. ما خاب من استشار، ولا ضاع من جعل عقول الرجال إلى عقله، واتخذ من حسن تدبيرهم سلما إلى النجاة من عثرات الدهر. لسان شاعر يحسن تنميق القول. من يحسن القول يحسن العمل، فإن اللسان ينطق من العقل، وإنك لتعرف الرجل من حسن منطقه يا ابن مارينا. صدقت يا أبي، ونرجو أن يصدق فعل عدي ويطابق قوله ولسانه. ستبدي لك الأيام ما كنت جاهلا، ويأتيك بالأخبار من لم تزودي. الباكورة للسيد المطاع، هذا ما نفعله في كل موسم عند القطار. الباكورة لأبي إذن، فهو الملك المطاع. وأنت في المكانة نفسها بعده يا سيدي. لا يفوتني شعر عدي، فهو حكيم حليم.
فنفسك فاحفظها عن الغي والردى، متى تغويها يغوى الذي بك يعتدي. عن المرء لا تسل، وسل عن قرينه، فإن القرين بالمقارن يقتدي. وراج أمور جمة أن ينالها، ستشعبه عنها شعوب لملحدي. قراءة سيد النعمان حسنت من شعرك يا عدي. شعر عدي حسن بليغ، وإني أجد متعة في قراءته. سيد الأسود، متى تستعد للصيد؟ ألا تذهب معنا يا نعمان؟ يجب أن أقضي بعض الشؤون التي أوكلني بها أبي. إن شئت أن تذهب إلى الصيد يا سيدي، فإني أقوم مقامك في أي شأن تريده. استأذن مولانا المنذر في هذا يا عدي، فهو الذي يوكل المهام والأعمال. لا رغبة لي بالصيد على أي حال. سنجعل مجلسنا كل يوم هنا لنتذاكر بالشعر ونقرأ ما تكتبه. يسرني ويشرفني ذلك يا سيدي. توقفي، لا تذهبي، توقفي، لا تذهبي أبعد من هذا المكان. انظري إلى الحرس. ما شأننا والحرس؟ الرجال يتخذون مجلسا هناك. أي رجال يا ماريا؟ أخوك النعمان وعدي. حقا؟ أين هم؟ لا تطيل النظر يا سيدتي، العيون حولنا. ليتني أرى عديا. كيف ترى تدبير عدي للأمور يا إياس؟ مولانا أطال الله في عمره يحسن اختيار الرجال ويوكل إليهم ما يناسبهم من عمل، وعدي ابن رجل تقلب في أحضان الملك وعرف ما لم يعرف أحد غيره، ووضع معرفته في عقل ابنه، فلا عجب أن يكون عدي كأبيه. أريد لأولادي أن يجالسوا عديا ويأخذوا عنه حسن سياسته وتدبيره. مولاي، أنا بحاجة إلى النوم والراحة يا إياس. إنك تجهد نفسك وتكلف بدنك بما لم تعد لك به طاقة يا مولاي. صدقت، صدقت، يجب أن أريح بدني. مهلا يا بنات، مهلا. ثانها حسنها وفرع عميم، أثيث وصلت الجبين أنيق، وثنايا مفلجات عذاب، لا قصد ترى ولا هن روق. كسرى لن يأتي بملك من غير بيت ملك الحيرة عافاه الله، تذكر ذلك جيدا. لما تطيلين النظر في وجهي يا هني؟ أنا عاشقة يا ماريا، أنا عاشقة يا ماريا. وأنت الآن أجمل النساء. أنا
الخوف ينغص لحظات الهناء هذه يا عدي. أتراني لن أصل إلى أبعد من مكانتي يا ابن قبيصة؟ اسمعوا ما يريده عدي. إنه يريدني أن أزوج هنداً بنت المنذر. وتقول العداة أودى عدي، وأهلوه قد أيقنوا بفراقي. في حديد الأغلال يرقبني الحارس، والمرء كل شيء يلاقي.